زوم سور لافريك. في زوم سور لافريك كما قلت لكم باش نرجعوا على فعاليات الانترا افريكان تريد فير 2023 باي ذا افريكان اكسبورت امبورت بانك افريكزيم بانك اللي صارت في القاهره. المعرض هذايا للتجاره البينيه لم العديد من الدول الافريقيه. نحن مش باش نحكيوا عليها كيكا للي نحن شكون مشى شكون مشى شكون شاف سيليفا محجوب اللي حاضر معنا اليوم. كنت غاديكا سيليفا عشت تجربة حسب ما كنا نحكيه في الكوليس مهمة. كان تحكي لنا شوية على المعرض هذايا الفعاليات متاعه نسبة الحضور أهم الأشياء أو النقاط الأجنحة اللي جلبت انتباهك كذلك. باهي نذكر اللي ليفينمون هذا صار من 9 ل 15 نوفمبر 6 ايام وهو في العاده ليزيفينمون الكبار ما ياخذوش 6 ايام لانه موبيليزي العباد المسؤولين لمده 6 ايام مش سهل. لكن نظرا فما عده معناها مجموعات زيارات شخصيات كانوا مهتمين بالموضوع كانوا يحبوا يزوروا كلهم فكان مثل ما صار في لي دو زوتر سيسيون هذه سيسيون الثالثه دونك اول واحده صارت في 2018 في القاهره دونك رجعت بعد مشيت لدربن في 2021 وفي 2023 دونك رجعت القاهره دونك القاهره دربن القاهره والمره الجايه 2025 باش تكون في الجزائر. الجزائر اللي هي الكونفير معناها الجاهزيه نتاعها لتستقبل افريقيا كل ما هو ايفينمون افريكان باش نسمعوا توا توجه كبير من الاخوه الجزائريين وطموحات كبيره ان يكونوا يسترجعوا التموقع نتاعهم الافريقي وبدان عدم الانحياز اللي عرفناه عليهم في السبعينيات في الجزائر. فاليوم هذا ميساج كبير برجوع ولا مش برجوع لاول مره يمشي للجزائر ليفينمون هذايا اي تي اف في الجزائر عام دون دو زون 2025 ليفينمون على 6 ايام ولكن كان في المعرض الجديد هذا اللي عاملينه في القاهره بحاجه ممتازه من ناحيه عدد المساحات الاسباس اللي موجودين فما اكثر من 1000 عارض كانوا موجودين اكثر من 75 بلاد مشاركه في ليفينمون هذايا والغريب في الامر اللي لما تكون في المعرض ما تراهمش بالعدد الكبير لانه تلمون اللي يقول كبار اللي ما تشوفش العباد برشا ولكن وين تلقاهم؟ تلقاهم تلموا في العشاء في الفطور في البوست كافي لا تشوف اللي بالحق فما عدد كبير ميكدونالدز هذا تلمون كبير المعرض في الحجم نتاعه من ناحيه المساحات كبيره وهنيه لمصر اللي عندها مكان كيما هذا باش ينجم ينظم اكبر تظاهرات اللي تنجم تتمحلها اي بلاد في العالم. احنا عندنا معرض الكرم هنا اللي هو مش خايب بارابور اللي موجود في بعض البلدان اخرى في شمال افريقيا ولكن نقول لكم في القاهره توا بالاسباس الجديد اللي عملوه المصاريه غاديكا تاع المناره هكا اي بالضبط بعيد هو من وسط البلاد معمول بالعاني اون دوغ خاطر باش ياخذ الاسباس اللي حاجته به هو كي تعملوا انت في وسط البلاد ما تكون محصور بمساحه معينه صحيح ما ناخذ المساحه نتاعو التنقل بسيارات نتاع الالكتريك ما بين اللي هو البشوريك الكبر نتاع ليفينمون نتاع ليفينمون هذايا هذايا من ناحيه العدد الايام كان 6 ايام كان فما يوم بريسك خذاه عطله في وسط الواحد لانه كان فما زياره رئيس وكان لاسباب امنيه نص نهار قبل كانوا يامنوا المكان ونص نهار من بعد زياره الرئيس السيسي للمعرض هذايا وكان زياره معناها كل الميديا حكاوا عليها في مصر الناس الكل يعني تدور في القاهره اي مكان تمشي له في القاهره فما لافته تحكي على اش قاعد صاير في الايفينمون هذايا واي حد يعرضك ما يقول لك انت تبع الايفينمون تاع افريقيا في تاكسيات في المطعم في الواحد القاهره الكل ب 20 مليون نتاعها اللي تعيش فيها عاشت ليفينمون هذايا معناها اليوم ما فماش برشا دي كابيتال في افريقيا تقدر باش تنظم حاجات كيما هكايا حسب رايي اليوم القاهره قاعده توري اللي هي عندها امكانيات جباره لاستقطاب ديزيفينمون كيما نذكرك اللي احنا ليفينمون هذا صار في وقت صعيب اللي هو اللي صاير في غزه فمن الناحيه الامنيه كان فما معناها دي ريسك نحن نقولوا فوالا ولكن معناها مصر اصرت على انه يقع عندها ليفينمون ما تبخروش ونعتقد انه حسنا فعلت على خاطر اللي شفناه من ناحيه لي زاتولي اللي تعملوا فما دي زينوفاسيون تعملوا بارتيكوليرمون نحب نحكي على حاجتين عجبوني برشا فما لا بارتي نتاع توسكي كرياسيون كرياتيفيتي
اللي هو جابوا لي غران ديزاينر افريكان اللي هم معروفين في العالم واخذوهم في مساحه معينه واعطاهم امكانيه انهم يعرضوا للناس حاجات اللي ما استناوش ان تكون موجوده في افريقيا. دو تري بيل مارك، دو تري بيل كرياسيون، دو تري بيل دي برودوي نتاع كل يوم ومتاع ديزاين نتاع موبل نتاع لبس نتاع اشياء حلوه ياسر ياسر. وفما زاد دي كور دي ماستر كلاس تعملوا حتى في الكوجينه زاد. فوالا الوغ في الكوجينه جوستومون حاجه عجبتني ياسر وحكيت عليها انا اللي هي الرئيس المدير العام نتاع لافريكزين بانك هو بيدو عمل ماستر كلاس نتاع كوجينه. إلى مي سي مان لا بات نقول لا. دونك الفكره انه شنو الفكره انه المطبخ الافريقي يمسك الناس الكل. وما تنجمش تحب افريقيا وتعمل بزنس في افريقيا اذا كان ما تتاقلمش وما تحبش المطبخ الافريقي وتتعلم شنو اللي فيه. فهو بيدو دونك السي او نتاع لافريكزين بانك حتى الطبليه وحطوا له الواحد ويحكي على خاطر احنا ليفينمون هذاك نذكركم شنو هو الهدف نتاعو. الهدف تشجيع المبادلات التجاريه بين البلدان الافريقيه. ما باش تصير هالمبادلات هذه العباد لازم تعرف تتعرف اكثر شنو المتواجد بين البلدان هذوما باش ينجموا يبدلوا ما بيناتهم البضاعات والخبرات والخدمات. دونك عمل الكوكينج شو انا معناها على باب المسحه ومن بعد شفته المدير العام قلت له في ستوند اخر قلت له باهي شفناك طيب سي بيان اما حد ما ذاق شو اللي عملت. وي نجمو نقايلو نجمو نقايلو شو اللي عملت. خلي لا 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 ناكد لك اللي راهو الطبخ نتاعي ممتاز كيما تسييري للبنك كيما الطبخ نتاعي. قال لي عنده دعاء ما شاء الله عليه. كيفاش تقيم الحضور التونسي سيدي ذاك؟ والله هو كان موجود سيبكس هي كانت منظمه المشاركه التونسيه. كان فما تخوا كلاستر في ميناء دي فيهم دي زونتربريز تونسيه اللي هما مش برشا عدد نتاعهم هذول 12 شركات تونسيه كانوا مشاركين. ما نعرفش معناها كي نقارنوا انا بالجناح نتاع الجزائر. الجزائر اللي بدات بعدنا برشا على طموحاتها الافريقيه. شوف جناح تاع الجزائر معناها حاجه ممتازه جدا بين عدد المشاركين المسؤولين الموجودين غاديك في البافيون. احنا شكون موجود ان ريسبونسابل من سيبيكس اوكي تري بيان مي ما فماش ان ديبلاسمون جا مسؤول من تونس باش يجي يحضر يقابل المسؤولين يعني ليفينمون كيما هذا تاع نتوركينغ بامتياز ما فماش احسن من نتوركينغ يعني انت عندك اكسي لكل الناس المسؤوله في افريقيا موجوده سور بلاس ولا فما جارد كور ولا فما سكرتيره تمنعك باش تقابل وتحكي معاه صحيح انت دور كارت فيزيت نتاعك في يدك وتنجم تحكي مع الناس الكل وناكد لك اي شخص مشى بالفكره هذايا روح فرحان وي. يعني حتى التوانسه اللي كانوا موجودين غاديكا اللي خرجوا من الستوند نتاعهم خاطر الستوند نتاعهم اللي قاعد في الستوند بركه ما تحركش ما كانش ياسر فرحان لانه ما كانش فما حاجه تخلي الناس باش يجي للجناح نتاع تونس ويقفوا عليه ويقولوا حاجه ممتازه شنو حاجه اكسبسيونيل ما حاجه اكسبسيونيل ما حسب رايي المتواضع ما كانش لازم يمكن نطوروا في ولا مفروض انه ايفينمون كي من هكا ما فلتوش لانه يصير مره في العامين ثلاث سنين. فمش نستناو حتى المره الجايه باش ناخذوا برشا وقت وخاصه لافريكزين بانك اللي هي ما جايه باش تمول التجاره البينيه بالبلدان الافريقيه ففرصه ليك باش تقابل مسؤولين غاديك وتقابل الديسك اللي هو لاهي بالمنطقه نتاعك ويعرفك وتعرفه وتساله اسئله خاصه بك انت خير ما تبعث ايميل ويمكن يجاوب ويمكن ما يجاوبش هذه فرصتك انت وتحضر على الفورماسيون اللي عاملينهم. فحسب اعتقادي كتونس شاركنا صحيح ولكن نجم نشاركوا باحسن برشا عندنا امكانيات عندنا عباد اللي فاهمه وتنور وتوري وتعطي انها صوره ممتازه للبلاد نتاعنا. صحيح هذا هو يمكن نجموا نراجعوا هذا ونتلافوه ان شاء الله لل 2025 كما قلت انت في الجزائر نشوفوا الجناح التونسي وتونس شنو قادرين ان شاء الله يعني. تو نحضروا تو زمان نحضروا اكيد جدا. نحن باش نمشيو لغود دو لافريك المره هذه باش نمشيو للمغرب ونحكيو على المواني المغربيه اللي قامت بمناوله حجم سلع تجاوز ال 155 مليون طن حتى لنهايه سبتمبر 23. باش نرجعوا على التفاصيل نتاع الخبر هذايا معك انت تو دو سويت في غوت دو لافريك.